السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم الشيخ. تفضل. عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. سؤال عن الميراث. تفضل. أنا والدي توفى، عندنا 3 أخوات صبيان و6 بنات، تمام؟ فهو كان مجوز ولد منا من الروف. يعني هو جوز ولد قبل ما يتوفى. انتبه، لا يحسب، لا تخصم قيمة زواج الولد، لا تخصم من الميراث قيمة زواج الولد، لا تخصم. الذي فعله الأب في حياته من تزويج بعض الأولاد لا يخصم من تركتهم، لا يخصم من تركتهم، لا يخصم من تركتهم. تمام. طب أنا دلوقتي هل اللي أنا مثلا أنا اتجوزت أو أخويا مثلا الثاني اتجوز ياخد برضه من روك، ولا يتقسم كل واحد ياخد حقه؟ كل واحد ياخد حقه إلا إذا تراضيتم على شيء آخر. تمام. وبرضه ما خلصنا.